مشاهدينا اليوم متواجدين معاكم في إدارة جناح طيران الشرطة تابع لقطاع العمليات، وراح نشوف إحدى الطائرات الحديثة اللي انضمت إلى أسطول جناح طيران الشرطة، التابع لأيضا الجهود المبذولة بشكل يومي لقطاع العمليات. راح نتابع معاكم هذا التقرير وراح نتعرف على هذه الطائرة الخاصة لعمليات وزارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعة وإشراف سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتحديث المنظومة الأمنية. الحمد لله أن وصلت اليوم أول طيارة اللي هي النوع دولفين اللي بخلفنا، وهي من أحدى الطائرات اللي تم توقيع العقد مع الجمهورية الفرنسية. تم التوقيع على عقد 4 طيارات، ثنتين منهم الدولفين 365 وثنتين منهم اللي هما H225. طبعا تتميز الطائرة الدولفين في التجهيزات الحديثة وأجهزة الملاحة الحديثة، كما تم تجهيزها في مساندة الإدارة العامة للإطفاء وكذلك الإدارة العامة للقوات الخاصة ومساند الدوريات الأرضية سواء المرور أو الأمن العام أو الإدارة العامة لشرطة النجدة. طبعا بالنسبة للطيارة تعتبر من أحدث الطيارات اللي موجودة حاليا. كان عندنا طيارتين اللي هم الدولفين في السابق، فحاليا زدناهم 2 فصاروا عندنا 4 طيارات دولفين اللي هم النوع الحديث. وصلنا الطيارة من مصنع إيرباص في فرنسا منطقة مرسيليا. تم الإغلاق من مطار مرسيليا يوم 9/11/2017. طبعا الرحلة كانت على مراحل وكانت على تقريبا 5 أيام، ابتداء من فرنسا وصولا إلى إيطاليا. نزلنا في أحد مطارات إيطاليا في جنوب إيطاليا، تعبئة بالوقود، ردينا طرنا مرة ثانية إلى الجزيرة الثانية في إيطاليا. كانت الرحلة مجزأة على 5 أيام، في كل يوم نطير محطتين ننزل فيهم. المحطة الثانية طبعا يكون مبيت، وثاني يوم الصبح إقلاع من تقريبا الساعة 6 الصبح، وتكون الرحلة الفترة النهارية على مرحلتين، مرحلة أولى للتعبئة والمرحلة الثانية الهبوط بالمطار الثاني للمبيت. طبعا كانت الدول، نزلنا في إيطاليا محطتين، في اليونان محطتين، قبرص جمهورية مصر محطتين، وكانت المحطة الأخيرة اللي هي من الغردقة في مصر إلى وجه المملكة العربية السعودية، حائل من حائل إلى الكويت. طبعا الطيارات اللي هي الدولفين AS365N3+ تعتبر من الطيارات الحديثة وفيها أنظمة ملاحة حديثة، فيها جهاز اللي هو FMS اللي هو Flight Management System والمتخصص في أمور الملاحة، ويساعد الطيار في عبور المناطق الطويلة، زائد أن الأوتوبايلت يعتبر أوتوبايلت كامل يسهل من عملية الطيران في المسافات الطويلة. تعتبر إدارة جناح طيران الشرطة إدارة مساندة، في إمكانها تقدم الخدمات لجميع الإدارات الميدانية في وزارة الداخلية. مشاهدينا، الجهود الأمنية مستمرة على مدار الساعة، أيضا الجهود الخاصة لقطاع العمليات سواء بالدوريات الجوية أو الدوريات الأرضية اللي هي دوريات النجدة اللي نشوفها بالشوارع، اللي أيضا تساندها الدوريات الجوية التابعة لجناح طيران الشرطة. لذلك مشاهدينا تكلمنا معاكم بشكل خاص على هذه الطيارة اللي انضمت إلى أسطول طيران الشرطة، ونلقاكم إن شاء الله مرة ثانية بتقرير ثاني، ونأكد لكم أن وزارة الداخلية متواجدة على مدار الساعة مع المواطنين المقيمين لضمان أمن وسلامة دولتنا الحبيبة الكويت.